اهلا بيكم متابعي صفحه ايمي وهنونه. النهارده ريفيو في مكان جديد، احنا تحديدا عند حليم بتاع الجبنه، من اقدم الناس هنا في منطقه الغريب في السويس. السوايسه بقى القدام اكيد عارفينه. تعالوا بينا نشوف حكايته ايه وليه هو مشهور قوي بالجبن بتاعته، وهنتعرف كمان على انواع الجبن اللي هو مشهور بيها من زمان جدا. دخلنا دلوقتي بقى الماركت. سلام عليكم. سلام استاذ عادل، ازي حضرتك؟ احنا تحديدا هنا في منطقه الغريب، ومنطقه الغريب تعتبر من اقدم المناطق هنا في محافظه السويس. تمام. سمعنا بقى على حليم بتاع الجبنه. مشهورين بالجبنه طبعا. ايه حكايتكم بقى؟ لحضرتك المحل ده هنا من حوالي 60 سنه، من سنه بالظبط 49. تمام. مشهورين بالجبنه، وسوبر ماركت عادي، بس احنا اكتر حاجه مشهور بيها. يعني انا شايفاه ماركت زي اي ماركت في اي حته، لكن اي حد يجي يقول احنا رايحين عند حليم بتاع الجبنه. تمام. الجبن عندكم مميزه يعني عن اي مكان تاني ولا ايه؟ يعني عندنا انواع جبن كتير، وفي جبن مش موجوده عند حد. يعني ممكن نخش الاستاذ رضا برضه هو يقول لنا اكتر. تعالوا بينا بقى نفهم اكتر ونعرف ايه حكايه الجبن من عند استاذ رضا، وهو هيعرفنا بقى اصل الحكايه. السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذ رضا؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. عرفني بقى يا استاذ رضا اصل الحكايه عندكم جت من امتى؟ احنا عندنا الجبن دي قديمه من زمان، اول المحل ده من سنه 49. تمام. مشهور اشهر حاجه عم حليم الله يرحمه عاملها الجبنه. الله يرحمه. يعني الجبنه دي ناس كتير كانت بتجي لها مخصوص. طب ما الجبنه بتتباع في كل مكان. ما مش هي كل حته فيها جبنه. بس اهم حاجه طعم الجبنه ايه؟ يعني انت لو لفيت السويس كلها زي ما انت بتقولي في الغريب، يعني السويس كلها، مش هتلاقي غير حليم بس هو اللي عنده الجبنه بتاعته. مش هتلاقي في اي حته. نوع معين في الجبنه ولا كل انواع الجبن عندك مميزه؟ اكتر حاجه شهره مشهوره فيها الرومي والجبنه البيضاء القديمه، دي معروفه من زمان قوي. الرومي والجبنه البيضاء القديمه. لكن كل الجبن موجوده بكل حته، بس مش هتلاقيها بنفس الطعم برضو هنا. سبحان الله. احنا بنجيب حاجه يعني بنجيب يعني نختار الجوده اهم حاجه. يعني في محلات تانية بتفكر في السعر، لكن احنا بنفكر في الجوده، اهم حاجه الجوده، واهم حاجه الزبون بتاعنا يبقى دايم زي ما هو. طيب زبونكم بقى الزبون القديم ولا في ناس من يعني؟ طبعا يعني انت سيادتك لو جيتي دقت الجبنه هتعرف اللي ما كنتيش بتاكلي جبنه قبل كده. للدرجه دي؟ للدرجه. ممكن ادوقك وهتشوف الزباين نفسها. هندوق دلوقتي ونشوف كل حاجه، واستاذ رضا هيعرفنا على انواع الجبن اللي عندهم مميزه كمان. انا سمعت ان انتوا بتعملوا عروض كمان. عندنا كان عندنا عرض شيدر ب 96 جنيه، كان عندنا عرض فلامنك ب 120، وعرض جوده يمكن ب 100. يعني في ناس كتير محلات بتاخد كتير العروض دي، بس ما حدش بيعملها. يعني الجوده كانت لسه ب 100 جنيه. وكان عندنا عرض على الشيدر المدخن، وعرض على اللبنه، وعرض عندنا جبنه برده برزدوم مش موجوده برده في السويس. سايبه ولا ايه؟ تقصد سايبه؟ برزدوم ملح خفيف. ما بتبقاش موجوده عند حد يعني؟ لا مش موجوده عند حد، لان كل الانواع اللي شغالين فيها عادي. يعني دوق الثلاجه عندنا مش هتلاقيها، يعني مش هتلاقيها في المحلات كلها. في طرق غش يا استاذ رضا في الجبنه؟ لا احنا في طرق غش كتير في الجبنه. انا مش بتكلم عليكم، انا بتكلم بشكل عام. في طرق غش، كل حاجه فيها غش. زي ايه يعني؟ ممكن يغشوا. احنا سمعنا مؤخرا عن المصنع اللي بيحط مواد بتاعه الدهان، دهان الحوائط في الجبنه. ايوه، ما في كل الجبنه الثلاجه بالذات هي اكتر حاجه فيها غش. بيغشوها ازاي يعني؟ يعني بيحطوا مواد كتير غير معروفه، بس اهم حاجه عنده هو يكسب. يعني هي حاجات كتير هم لهم اثروا فيها، اهم حاجه هو يكسب. بس طب ازاي نتعرف على الجبنه؟ اذا كانت الجبنه طبيعيه ولا عليها حاجات مصنعه؟ ربع برميل. تقوم بحاجه ثانيه يا استاذ؟ يعني هقول لك على حاجه، الجبنه الطبيعيه مش هتلاقيها بتعمل في بقك. يعني الجبنه الطبيعيه بتدوب في بقك، لكن بتدوب في البق. لكن الجبنه اللي هي مصنعه هتلاقي زي ما يكون في نسبه دهن في بقك. ونلاقيها جامده يعني، حتى لو سيبناها بره الثلاجه هتفضل زي ما هي. زي ما هي صلبه، زي ما هي، لان هو حاطط عليها مواد صلبه تتصلب الجبنه. يبقى دي مش طبيعيه. مش يبقى طبيعية. دي نبعد عنها تماما. يعني في عندنا الجبنه البراميل بتنشف. بس هي طبيعي، لبن طبيعي، كل ما بتقعد بره بتخرج بره الصفحه بتنشف. غير الجبن الثانيه. فناخد بالنا قوي من يعني احنا وش الجبنه. يعني احنا نبص عندنا الجبنه البيضاء القديمه. بص الجبنه ناعمه ازاي. دي جبنه بيضاء قديمه. بيضاء قديمه. عندي البراميل. عندي تلاجة دومتي. عندي تلاجة برزدون لبن طبيعي. دومتي ايه؟ لبن طبيعي برضو؟ لا، فيها دهون نباتية. انما اللبن الطبيعي طبعا برزدون. برزدون. بكام بقى الكيلو فيها السايب؟ دي ب 80. حلوة جدا. بس جبنة بتاكل جبنة. بتاكلي جبنة.
في عندنا يعني اللانشون الحلواني ما عندناش غيره. طيب اللانشون الحلواني مؤخرا بدات الاحظ ان جودته ما بقتش زي الاول، ده بيرجع لايه؟ في كذا محلات زي ما انا بقول لك اهم حاجه اللي هو يكسب ويغش. في كذا انواع لانشون كتير بيشبه الحلواني بس مش زي حلواني. كذا نوع بس حلواني مؤخرا بدا جودته تبقى مش كويسه. لا ما هو انا لسه بقول لك اه في كذا شركه بتقال هو الزوق يعني صاحب المكان او صاحب المحل اهم حاجه اللي هو ياخد الفلوس. فبيعمل ايه؟ بيقطع. ما انت زي ما انت شفت احنا دلوقتي بنجهز فريش. لكن انت خش اي ثلاجه هتلاقي الشغل بتاعهم عادي. يعني انت تقصد ممكن يحط نوع تاني نوع على اساس ان هو حلواني ويكتب في التيكت ان هو حلواني؟ الميزان ده بيطلع برفور بيكتب حلواني. والله والله لكن مش لانشون حلواني. انتوا مش شغالين غير حلواني بس؟ حلواني بس مفيش اي نوع تاني. يعني هم ما عندهمش ثلاجه عرض زي اي ماركت زي ما انتوا شايفين على قديمه يعني. وعلى فكره المكان سبحان الله فيه بركه غير عاديه وريحه البقاله بتاعت زمان كده. يعني اللي ما جربش هنا المكان عند حليم بتاع الجبنه يعني ريحه البقاله بتاعت زمان دي شايفين بسم الله ما شاء الله. ما بيشتغلوش غير في لانشون حلواني بس. حلواني بس فالطعم اكيد هيبقى بس الاصلي. برضو بتاعتنا يعني فيها جوده غير اي محل زينا دوت تاني. دوت البسطرمه البلدي والبسطرمه الحلواني. يعني ممكن في نوع تاني يقول لك حلواني بس هو مش حلواني البسطرمه برضو. وريها لنا كده ورقه البسطرمه الحلواني اهي متعلقه برضو تحت البسطرمه الحلواني يا استاذ. دي الحلواني ودي ايه بقى؟ دي بسطرمه بلدي لسه بتنشف وبعد ما بتنشف بتتنضف. ما بتطلعهاش بالفوق؟ لا بص ده ايه انت دلوقتي شايفها لازم بتنشف وبعد كده زي ما انت شايف كده مفيش حاجه فيها اي حاجه هي نفس الحاجه. برضو الحلاوه برضو مميزه عندي. ليه بقى؟ مميزه في ايه يعني؟ يعني احنا بنشتغل برضه الحاجه اللي جودتهم جديده. يعني بتتكلم على الحلاوه السايبه طبعا. اهم حاجه الجوده. في انواع كتير بس ما عندنا شغالين نوع حلواني. حلواني لا اما الجواب. السايب. اديته لمين يا حسام؟ ده شيدر احمر قديم على فكره مش هتلاقيه في اي حته. لا طعمه حلو فعلا. انا قلت انا خلاص بقى بقيت زبونتكم يعني. لا تشرفي يا استاذ. الله يخليك. طبق صغير الشحلاء. تمن شجر حمراء بس يا استاذ. ده عايز زيت التمن شويه. مفيش جنبك؟ لا الصغير الصغير عشان اقطع فيه البسطرمة. قول لي يا استاذ رضا بقى تنصح الناس بايه؟ يعني وهي بتشتري الجبن بتحتفظ بيها في البيت؟ بتحتفظ بيها بالطبق الفل ده ولا تحطها؟ لا 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 في علب احسن لان الطبق الفل بيغير طعم الحاجه زي ما وهو والاسترتش زي ما والله بيقول. اي حاجه اي حاجه بيغير طعمها والاسترتش كمان والاسترتش يعني يفضل ان احنا ننقل الحاجات دي في علب ثلاجه في علب وتقفلي العلبه كويس عشان ما تنشفش منك لان في حاجات زي كده برضو جديده اخترعوها برضو دي برضو كويسه بتحافظ على الطعم بتاعها والقالب في الثلاجه ولا اي حاجه. ولو جبن مثلا براميل جبنه قديمه جبنه ثلاجه الثلاجه بتحافظ عليها مثلا عن طريق الميه. الجبنه البراميلي تحط عليها شويه لبن. الجبنه البيضاء القديمه لبن وميه بتحطها في الثلاجه. بقطع البسطرمه برضو عشان برضو دي كلها وسائل تحافظ بيها على الجبنه طب الميه يعني بتحط على دي ما ينضوش جبنه الثلاجه ما تبوش يعني كده هي اصلا لو فتحت لي الجرده الجبنه الثلاجه هو في الشرش بتاعه اي صباع لازم يبقى فيها شرش عشان الجبنه ما تبوش لان الجبنه ما بتنشف. بس هو بنتكلم في جبنه الثلاجه. الجبنه الثلاجه بتمشيها عباره عن ميه كده وحش وجوه كده جديد. احنا قلنا شيدر حمراء وبسطرمه ورومي يعني كنت حطها هنا جبته يعني تمام. وعايزه بقى نشوف لي نوع من الجبنه البيضاء ايه حلو غير الملح خفيف يعني. هجيب لك البراميل اللي انت قلتيها الاول ولا اجيب لك البراميل بالفلفل؟ الاثنين اللي بالفلفل حاسه الملحه اخف شويه. هجيب لك بس هي حاميه. حاميه؟ اه خلاص هات اللي انا دقتها الاول. ربع يا استاذه؟ لانشون حلواني. انت عندك كذا نوع يعني بالزيتون وكده ولا بالاسيل؟ زيتون ولحمه وفلفل وسال. زيتون زيتون توم اه شويه تاني يا استاذ.
بس كده. اتفضل يا هندسه، اتفضلي يا استاذ. تمام اتفضل كده. عايزه نص جبنه بيضه قديمه، نص بيضه قديمه، وعايزه زيتون ملح برميلي. لا اللي هي السايبه، اللي هي الثلاجه. عايزه اديها يا استاذه برزدون. عايزه قلبين، قلبين برزدون ونص بيضه قديمه. وعايزه نص جبنه ونص روز. ايه تاني؟ هو قديم بقى الفكر ولا بتعرف؟ لا اللي هي الوسط. وسط. وعايزه اكل من هنا فاتح اللي هي البطروخ المربى. يبقى نص رومي. ايوه. وقلبين ثلاجه. قلبين ثلاجه بالزيتون. ونص بيضه قديمه. بطروخ مرمل. مرمل. عندهم كمان هنا رنجة. البطروخ البطروخ مرمل مش كده؟ مظبوط. ودلعة ولا حادقة؟ لا دي بيبقى ملحقة مع الروش. ملحقة كويس يعني. وسعرها كام بقى الكيلو؟ الكيلو عامل 80 جنيه. تمام. مش هتلاقي السعر ده بره انا عارف، بس انا عشان دي حاجة ممتازة جدا جدا. جودتها عالية يعني. اولا الشوك بتاعها بيبقى مش كبير، ولو جه في بق الشوك ما بتحسهوش. في فعلا رنجه كلها بتبقى شوك والواحد ما بيعرفش. رغم انها اصلا سمكه كبيره، المفروض شوكتها تبقى كبيره، بس لا مش هتحس. لان هي بتبقى درجات برضه. بالظبط. بتبقى على حسب المستوى. دايما بتجيبوا الرنجه دي؟ يعني دايما تكون موجوده عندكم؟ موجوده دايما، ما بتخلصش. تمام ما شاء الله. ليه بقى؟ لان الرنجه بتبقى حاده في الصيف، احنا الزبون بيشتكي منها ما بيشتغلش فيها. ما احنا يعني مش زي اهم حاجه بتهتموا بالزبون وراحه العميل. وبعدين في الصيف دي لو جت برضو الحر بيزيها يعني. ايوه. فانتوا شغالين شتا بس رنجه؟ شتا. ربنا يبارك لك. الا اذا بقى مثلا عيد الصغير جت في الصيف ولا حاجه. المواسم. ده لازم في المواسم. بعدين برزون نص رومي. ادي لك توم. توم ولا رومي؟ عايز تصور برضو؟ صور. برضو الليمفور دي نوع كويس؟ نوع كويس. ليه دي برضو؟ معروفة يعني. بكام بقى الكيلو؟ 168 بس. حلو ما شاء الله. عايزة 16 نص برزدون. 16 نص برزدون. دلوقتي بقى هناخد رأي الزباين. السلام عليكم. تعرف حضرتك؟ اهلا بحضرتك. بقى لك كام سنه بتتعامل مع حليم بتاع الجبنه؟ انا بتاع 40 سنه ما بتعامل يعني. ايام ما كنت انا طفل صغير والله. ايام عم حليم وايام عم فوزي. يعني كانت احسن بقلم جبن من هنا. الجبن بتاعته مختلفه عن بره كتير كتير، الطعم والجوده. وبعدين ما تلاقيش يعني، نلف نلف ونيجي هنا يعني. والله يعني انا ساكن في التوفيق وباجي اجيب حاجات من بور توفيق. ليه؟ عشان انا اتعودنا على الحاجه دي. حاجه رخيصه يعني مش على الحاجه دي. بس الجوده، الجوده بتاعتها يعني بسم الله ما شاء الله. الاسعار هنا زي السوق بالظبط، بس الجوده كويسه. والتعامل مع الشباب هنا كويس رغم ان هم بيتغيروا. احنا ساكنين كل الاول في 630 العمليه زي ما ماشيه. متعود تجيب ايه من عنده دايما؟ هي الجبن بس. الجبن متعود، لكن الحاجات الثانيه موجوده في اي حته. في اي حته. هي الجبن، هي الجبن يعني هو محلين بيشتغل فيها يعني طعم وجوده. جبن الرومي والبيضه والرنجه بتاعته. والرنجه والجبن شرقي. نفس الحاجات دي ما بتغيرهاش. لا الاسعار هنا زي السوق، بس الجوده بتختلف. ايوه. هنا معامله كويسه والحاجات دي يعني لسه نيجي احسن حاجه هنا ما شاء الله. والمكان فعلا فيه روح كده سبحان الله. هو المكان بتاع الفرصه شويه. هو فعلا رغم ان هو ضيق بس فيه روح يعني. الاول يعني كان الاول ينوط، وكان ايام زمان من 40 سنه كنت انا لسه طفل صغير. ربنا يديك الصحه. الحمد لله اصبح حاجه. هي هنا بسم الله ما شاء الله يعني ناس كويسين. بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا وربنا يديك الصحه. مشكورك جدا. شكرا. طيب ايه مثلا الحاجه اللي ما ينفعش اجي هنا عند حليم لاول مره وما ينفعش ما اجربهاش يعني؟ من الجبن. من الجبن؟ وانا اول مره اجربيها. ايه مثلا يعني؟ بس زي ما انت جايه كل حاجه تجربيها يعني. الروم البطارخ عندي زي ما انا دوقتك برده، والروم القديم اهو، والجبنه البيضاء القديم ده روم قديم بالفلفل. واسعارهم برضو كويسه بالنسبه للسوق. كلمنا على الاسعار برضو. الاسعار كويسه جدا. انت طبعا لفه زي ما انت قلت، في اماكن بتبيع روم ب 160 وب 150، لكن هنا روم ب 130. ده روم بطارخ برضو، ده نوع.
وفي نوع تاني بصارف برضو. فين يا اسطى؟ فين يا اسطى؟ يا عم ما اعرفش تلاقي عندك. ايه الفرق بين البطارخ ده والبطارخ ده؟ احنا زي ما انا قلت لك احنا مالناش دعوه بالاسم، اهم حاجه الطعم عندنا الجوده. كل حاجه ولها طعمها. يعني ممكن تكون اسم صبيحه مختلف خالص بس اهم حاجه الجوده. اهم حاجه احنا ما ندورش غير على الجوده عشان الزبون بتاعنا يفضل مستقر زي ما هو، بياخد حاجه هي هي زي ما هو. ليكوا فروع تانية؟ لا مالناش فروع تانية خالص يعني خالص. هو المكان ده بس. فين بقى المكان ده بالظبط؟ العنوان شارع طلعت حرب الغريب. شارع طلعت حرب الغريب. في عندكم خدمه دليفري او حاجه او موجود. توصيل موجود. رقم التليفون هو هتلاقيه على الشنطه. رقم التليفون كام يا حسام؟ 0 كام؟ 062. طب دي واحده جبت الرقم بتاع التليفون بس كده. اكتبوا لنا بقى في التعليقات لو حد جرب حاليم بتاع الجبنه، ايه اكتر نوع جبنه عجبتكم من عنده، وقولوا لنا برده تجربتكم عنده. واللي ما يعرفوش يعني ان شاء الله لما تيجوا تجربوا المكان هيعجبكم جدا جدا، لان فعلا الجبن بتاعته طعمها مختلف تماما، طعم الجبنه بتاع زمان. يعني الرقم اللي على الشنط دي هي الدليفري اللي عايز صور الشنطه برده بتاعته. حاليم ماركت الرقم ده بتاع الدليفري. تمام. انا بشكرك جدا يا استاذ رضا، شكرا على المعلومات اللي حضرتك افدتنا بيها. شكرا ليكم لمتابعتكم للفيديو، واتمنى ان شاء الله دعمكم ومتابعتكم لصفحتنا على الفيسبوك وكمان اشتراك في القناه. والسلام عليكم.